جناح شركة فيات بمعرض الجزائر الدولي عرف حركية كبيرة، فالجناح استقطب محبي السيارة الإيطالية من مختلف ولايات الوطن. جيت ولاية تيندوف وجيت هنا عند فيات، عندهم الله يبارك سيارة فيات، سيارة فيات تيبو، هذه حاجة مليحة، حتى البرينت تاعها يوالب الناس. هذه 500 اكس مليحة، يعني عالية، يعني تساعد السائق وخاصة في بلادنا. نتمنى نشريها، عندي وثيقة فيها، وبارك الله في الشركة، ونتمنى تفتح لنا المصنع عن قريب. موديلات السيارات النفعية منها والسياحية وأسعارها لاقت استحسانا كبيرا من زوار الجناح، فالبعض منهم قدم طلب الشراء. لا ميزون فيات لاباس، منيحة، عندهم بون فينيسيون، فينيسيون تاعهم ما شاء الله، وكراس نقولوا سوليد، ماشي قال انا كسبتها وانا عاوز كاين فيها. انا جيت نكوموندي اليوم ما شاء الله، يعني تكون عند حسن التوقعات، يعني حاليا يعني البري تاعها بزاف شباب ومليح بزاف بارابور طلبيتها، طلبيت واحد اخرين مليح بزاف، بس في السومه هذه في السوق تاعنا حاليا جبت طلبيه قديمه وماشيه بزاف، تسمى ننصح بهذه خير. هذا وكشفت مصادر من فيات الجزائر أن تزويد السوق الوطنية بالسيارة الجديدة سيرتفع ليصل من 10 إلى 12 ألف مركبة شهريا طيلة السنة الجارية، استجابة للطلبات الكثيرة على فيات.